جينا اليوم باش نديرو لو تيست. نورمالمون جينا البارح، كاينين دي جون اللي جاو البارح بالليل وقالوا لهم ما كاينش ما نقدروش نديرو لكم لو تيست باسكو ديجا كاينين الناس بزاف. كاينين اللي صيفطهم قالوا لهم سيروا حتى الغدا ويجيو. دونك اليوم سي ديمانش، جينا في الصباح ماشي سبعة ونص ديال الصباح، مشينا هنايا اللور، قال لك اللور ديال لا كلينيك، قال لك تسناو تمايا، بقينا كنتسناو حتى شي 9 ونص شويه، قال لك جمعوا لي كارت ديالكم دخلوا لداخل المستعجلات. منين دخلنا المستعجلات قال لك لا، بقينا كنتسناو شي ساعه ونص، قال لك لا سي با بوسيبل، ما كاين لا ميدسان، ما كاين لا حتى شي ريسبونسابل اللي نقدروا ندويو معاه، ما كاين حتى شي واحد. بعد الدنيا خاويه، ديجا ما كاينينش لي جون، سي مال اورغانيزي. قال لك ما كاينش اللي كيجي الاول كيقول لك لا اللي داز البارح خصو يدوز اليوم، لي جون ما كاينينش، كاينين اللي كيجيبوا لي كارت ديالهم تيوقفوا زعما راكم كواش دير لهم نوبا. بورتون كاينين دي جون اللي واقفين تما من 7 ونص ديال الصباح باش يدوزوا لو تيست. بقينا واقفين كنتسناو، ما كاين حتى شي واحد اللي يعطينا شي جواب علاش حنا ما غنقدروش نديروا هذا لو تيست. شويه قال لك لا ما كاينش لي ميدسان، شويه قال لك لا ما كاينينش لي كيت باش غادي يديروا لنا لو تيست، شويه كيقول لك لا ماشين ما خداماش. دونك حنا ما فهمنا والو، من الصباح حنا جالسين كندويو، ملي كندويو كيقول لك لا كيش بحال كيشدو معاك الضد، تيقول لك لا حنا ما غنديروش لكم لو تيست، صافي سيروا حتى الغدا. عاوتاني غنبقاو حتى الغدا، غدا بعد غدا يا دي جون، كاينين غير لي جون دوك لي زاجون دو سيكوريتي، داك زعما كوم كورا كيدير اللي كيقادو زعما الصف، هذا الوحيد اللي تيدويو معانا. فوالا دونك هما اللي كيديروا راسهم فاهمين، هما حيت هما اصلا اللي ديسپونيبل تمايا. حنايا دي جون خدامين في دي سونتر دابيل، دي سوسيتي فيهم اكثر من 500 بيرسون، لقاو دي جون تمايا عندنا كونتاميني، وحنايا كنا في اون سول بلاص. دونك حنا خايفين، عندنا والدينا، عندنا ولادنا، دي جون شارفين، دراري صغار، دونك حنا خصنا نديرو لو تيست، خايفين على راسنا. هي ميم دي جون اللي تيحسوا بدي سانطوم، اللي كيقول لك فيه العيا، اللي كيكح، كي اللي شحال من حاجه. دونك حنا جينا لهنايا من 7 ونص ديال الصباح، حنا جالسين كنتسناو، في الاخر كيقولنا سيروا في حالكم ما كاين حتى شي حاجه. بورتون كاينه اون دام معانا اللي عندها دي سانطوم افونسي، جابوا لو فيس ديالها صغير، حتى هو ازماتيك وكل شيء. دونك فهمتي ما خلاوش يدخل، كيقول لي عاوتاني سير حتى الغدا واجي، وعاوتاني غدا اون سي با واش عاوتاني كاينين دي كيت ولا لا، عاوتاني غتمشي لان اوتخ بلاص غيقول لك لا الا ما عندكش لادريسا فيها لا كارت ديال بلاصه فلان فلان ما نقدروش ندوزو لك لي تيست. سي اون مالادي اللي كتقيس العالم كامل، علاش لي جون، علاش في بلدان اخرين كيديروا لي تيست بدي ميليا دي تيست باغ جوغ، وحنايا 50 تيست ما قادرينش يديروا لينا باغ جوغ، ساشون كو شاك جوغ كيقول لك درنا لي تيست درنا لو تيست، صافي دو جوغ ما كاينينش لي تيست. منين كيجيبوا هاد الحالات اللي كيقول لك راه كاينين الحالات شي تشافى شي برا شي كاينين، منين كيجيو هاد لي تيست الوغ كو حنا ما قدرناش نديروا لو تيست، وراه سي با نورمال فرونشمون. اولا كتعرفوا ان بمناسبه هاد الجائحه ديال كورونا كوفيد 19 اللي لحقت يعني بجميع الدول العالم ومن ضمنهم المملكه المغربيه، فكاين انه الناس كيجيو كيديروا التيست اما اختياري او الى حسوا بالاعراض. حنا بالنسبه لنا كنجيري واحد مجموعه ديال لي سونتر اللي خاصين بالاطفال والمشردين والنساء اللي في عرضه ديال الشارع، فكنجيو يعني اكبر مستشفى متواجد بعماره مقاطعه الدار البيضاء انفا، كنلقاو ازدحام اللي هو كبير، استقبال تقريبا بطريقه غير لائقه، وبالتالي كتقال لنا باننا باش نمشيو حتى الغدا ونجيو. فاذا بينا اليوم كنجيو اليوم الاحد، كيخبرونا الاخوان اللي في الاستقبال ديال الباب بان حتى شي حد ما كاين، وبانه حتى الغدا عاوتاني باش نجيو. وبالتالي حنا خايفين انه هذه المساله هذه الا بقينا نهار على نهار على نهار وما كتعرف شنو كاين، يعني بالنسبه لنا انه غنبقاو نمشيو ونجيو، تبالتالي انك كتقول بلاش ما بقاش نمشي، وهذا الشيء ممكن انه يسبب بؤره من البؤر اللي خايفين انها تكون داخل احدى المراكز اللي كتسير في العمله ديال الاقليم او في مجموعه ديال الاماكن اخرى. ما خلوناش ندخلوا اصلا لداخل كاع، قال لك راه غادي تدخلوا ما كاين والو، غادي تدخلوا تعذبوا وغادي تخرجوا، تولوا مدخلين معكم ولا مخرجين معكم شي مرة. اغلبيه دابا انت كتشوف المجموعه ديال الاخوان خرجوا كتسولهم شنو كاين، كيقول لك راه ما كاين حتى شي حاجه. مع العلم انه حضرنا البارح
وكاين داك الطاقم الطبي والمسؤولين اللي كيسجلوا الناس، كيقول لك سير غدا على الصباح جي غتلقانا. والسلطات المحليه انا على ما اعتقد انها كتقوم بالدور ديالها، الناس ديال المجتمع المدني ورؤساء ديال الجمعيات قايمين بالدور ديالهم على احسن ما يرام، وكيديروا يعني اكثر من جهد ديالهم، مخليين ولادهم، مخليين العائلات ديالهم باش يقابلوا يعني واحد المجموعه ديال الانشطه اللي هي يعني ذات صبغه اجتماعيه. ولكن للاسف ما عرفتش انا يعني المسؤولين ديال الصحه على على مستوى ربهم راه كيخدموا، ولكن على المستوى التنزيل على المستوى الاقليمي والمحلي كنعتقد انه الناس راه ماشي بحال بحال. والمسؤوليه اولا كنحملها المسؤول الاول على اللي مشرف على هذا المستشفى بشكل مباشر، والمسؤوليه كيتحملوا هذوك الناس اللي كيتفلاو، يعني لان هاد الناس هادو الموظفين راه ما جبناهمش ماشي دوله اخرى، ضرب كلهم مغاربه، وبالتالي انهم خصهم يتحلوا بالمسؤوليه وبالمواطنه ويكونوا حقيقيين، والخطاب يكون زوين مع المواطنين في الاستقبال ديالهم، لان اللي ما كاينش اللي طاحن المواطنين قد اليه الاستقبال وطريقه الاستقبال، بحال هاد الناس هادو راه جايبين شي مرض من شي بلاصه اخرى، والله يحد الباس. وبطبيعه الحال المساله ديال الحجر الصحي، ان الناس انك تخلي ولادها وكتخلي ديورها وكتخرج باش تمشي تقوم بواحد العمل اللي هو مواطناتي، او تمشي وتخلي كتلقى تقول فرصه انني نمشي ندير الاختبار ديالي سواء عندي عوارض او ما عنديش عوارض وما لقاش اللي يستقبلني، وكنجي بالتالي انني كتولي انعدام الثقه في الخطاب الرسمي وفي الخطاب ديال المؤسسات وفي الخطاب ديال التلفزيون. بالتالي كنتمنوا ان هاد الناس هادو يعرفوا ان الدوله والمسؤولين ديالها ملي كيقوموا بشي اجراءات او كيدعوا شي لسميتو الناس اللي كينزلوا على المستوى الاقليمي والمستوى المحلي يكونوا قد المستوى. كنتفاجئوا صراحه ان ما كاينش معهم نهضروا، لان خصوصا ان حتى الموقع تبدل، انا البارح كانوا دايرين الساحه يعني الخلفيه ديال المستشفى ديال مولاي يوسف، يعني واليوم الخيمه اللي مول فيه كيديروا فيها الاستقبالات راه خاويه. قلنا سيروا ليرجونس، ليرجونس بوابه اللي مشيتي كيقول لك راه ما كاينينش.